السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ النهاردة هنبدأ سيكشن 7، وده كان بداية الشابتر بتاع الـ FIL filter، وخدنا بعض التعريف للـ ideal filter وازاي الـ practical filter، وقلنا ان الراجل بدأ يبدأ يعمل realization الـ FIL filter. في المثال الأولاني بيقول لي draw the direct form structure of IR filter described by the following transfer function. طبعا قلنا إن هو بيبقى all zero filter، يبقى 1 زائد نص زد ناقص 1، 3 على زد ناقص 2، وهكذا. في الآن عندك هنا 5، فاحنا قلنا بنمشي واحدة واحدة، ندخل 1 وبعدين نعمل delay، نضرب في نص delay كمان، نضرب 3 على 4 وهكذا. فهتلاقي الشكل اللي هو المحلة الطويلة اللي عندك دي بتتلخص في إن أنا بدخل آدي 1، السمشن بيبقى تحت، خلي بالك، وبعدين أعمل ديلي وآخد أضرب في نص، وأعمل ديلي كمان أضرب في 3 على 4. طبعا الفاليو هنا بتبقى بنفس الإشارة اللي موجودة عندك فين؟ عندك فوق، وبعد كده بنعمل ديلي كمان وهكذا زي ما إحنا عارفين. المثال الاثنين بيقول لك اعمل لي دايركت فورم وكاسكيد فورم للجزء ده. طبعا الدايركت فورم هتضرب الاثنين في بعض هتضرب الاثنين في بعض، هيطلع لك المعادلة الطويلة دي، وتعملها زي المثال اللي فات بالظبط. عندك ادي 1 نص ربع نص ربع دوم، يبقى ادي واحد اهو اللي هو مضروب في زد ناقص واحد اهو، وأدي النص تمام، وأدي إيه؟ وأدي تمن. ليه؟ لأنه جمع الأجزاء دي كلها مع بعضها، بقى عندك 1 1 نص تمن، 1 1 نص تمن، والشكل بتاع الدايركت فورم رياليزيشن ثابت. دلوقتي عاوز يعمل كاسكيد فورم، خلاص أنت عندك جزئين منفصلين، ممكن تمثل كل جزء الواحد. اتش واحد في زد بكام؟ هي 1 زائد نص زد ناقص 1، يبقى دي 1 وادي نص خلاص، ودي 1 نص ربع، ادي 1 نص ربع، طبعا مع احتفاظ ان في ديليز وفي ايه سمشن تحت اللي هي ادينج نوت، وبيطلع لنا الاوتبوت النهائي اللي هو واي اوف زد. مثال بعد كده 4 3 بيقول لك obtain cascade realization of linear phase FIR filter having the system function المعادلة دي using minimum number of multipliers. طبعا هو هنا عاوز يمثلها بطريقة linear phase زي ما شرحناها في المحاضرة. هنقول هنا 1 زائد نص زد ناقص 1 زائد ناقص 2 2 زائد نص، يبقى ده ممكن يعتبر ده كاسكيد خلاص، وهبدأ أمثل كل اتنين مع بعض. لو أنا بصيت على المعادلة اللي فوق دي هلاقي إن هنا إن الماكسيمم أوردر اللي هو n ناقص 1 ب2، يعني ان بتساوي كام؟ بتساوي 3 صح؟ فبالتالي انا عندي هنا اود فاليو، يبقى انا السيمتريه بتاعتي بتبقى في حد لوحده في النص، وفي الحد اللي في الاطراف بناخدهم كمجموعه مع بعض. فانا اقدر اقول ان اتش واحد اوف زد هي 1 زائد زد ناقص 2 زائد نص زد ناقص 1 زي ما احنا قلنا في المحاضره. اتش 2 وزد بتساوي 2، 1 زائد زد ناقص 2 زائد نص زد ناقص 4 خلاص. ده عشان بس الـ in odd value تمام. ونيجي مثال تاني لو في even هنشرح الكلام ده بالتفصيل. تعال نشوف الـ odd value. المعادلة بتاعتي كانت 1 زائد زد ناقص 2، يبقى أنا عاوز الواحد اللي هو الـ x of زد مضروبة في 1، وبعدين أخد واحدة نسخة معمول لها delay مرتين، يبقى أدي النسخة بتاعت الـ x of زد، وأدي النسخة بتاعت الـ x of زد معمول لها delay مرتين خلاص يا شباب، وأحط قبلها delay واصبر بقى واطلع الاوتبوت ان ده الاوتبوت ليه الاولاني. بعد كده عندي ربع نص زد ناقص واحد، يبقى ده معمول له ديلي بواحد، يبقى دي ادي ديلي تمام بواحد، وده ديلي باتنين، يبقى ده فعلا انت وصلت لاتنين ديلي تمام. فاحنا بنمشيها واحده واحده، انا ادي الواحد عندي، وبعدين اعمل ربع زد ناقص واحد اهو، ادي الواحد خدته، وادي الربع زد هيجي من هنا، قصدي النص زد احنا شغالين هنا، يطلع عندي في الاوت، يفضل عندي الديلي 2 اللي هيتجمع على الواحد، ابدا اضيف البرانش ده. يعني انت تمشي عادي خالص وتروح جاي تضيف البرانش الزياده عندك بقى. طيب هنا
اتش 2 اوف زد بتساوي 2 في 1 زائد زد ناقص 2 زائد ربع زد، يبقى بالتالي برضو متنساش ان في 2 مضروبة في القيم. يبقى دي هنا ادي الانبوت بتاعك اهو، هتاخد القيمة دي وتجمع 1 مع الديلي مرتين تضربها في كام؟ في 2. وهنا هتاخد ديلي مرة واحدة تضربها في كام؟ في ربع، وتجمع هتطلع النهائي، لأن هو طلب منك الكاسكيد فورم. طب لما طلبش منك الكاسكيد فورم، هتروح تضرب القوسين دول في بعض، هيبقى الاوردر بتاعك اعلى حاجه تبقى زد اس ناقص 4، يعني الان بتاعتك ب5. خلاص يبقى انت هتعمل نفس القصه بس في اوردر اعلى شويه. بيقول لك ريليز ذا فولينج سيستم ويز مينيمم نمبر اوف مالتيبلايرز، اهو ده زد اس ناقص 4 يعني ان ب5، وده ان ب4، ولازم تضرب الاثنين ببعض، يا اما تعملوا كاسكيد زي المثال اللي فات، يا اما تضربهم ببعض. هنيجي نقول هنا المعاملات بتاعت ال H of N هي المعاملات دي كلها، يبقى N عندي بخمسة. هنيجي نشوف ال condition، تعال نشوف دي خمسة، يبقى في حد في النص، وبعدين الأطراف تبقى تتجمع مع بعضها. يبقى انت عندك الربع هيتاخد مع زد اس ناقص 4، والنص مع زد اس ناقص 3، وزد اس ناقص 2 اهي زي ما احنا قلنا، وادي زد ناقص 2 لوحدها. تعال بقى نعمل جزئية جزئية، ادي الواحد ديلي واحد مع ديلي تحت، وطلع منه زد اس ناقص 4، واجمعهم واضرب في ربع، تمام، وارجع الاقي هنا انا عاوز ديلي، تمام، وعاوز هنا ديلي. فانت لما رجعت طلعت هنا بقى عندك ديلي واحد، خلاص الديلي واحد مجموع على مين؟ الديلي واحد مجموع على ديلي 3، خلاص يبقى انا محتاج ديلي تحت هنا واخد منه كام؟ 3. يبقى بالتالي واجمع واطلع اضرب في كام؟ في النص، لان الراجل جمع وضرب في النص. طيب انا محتاج الزد اس ناقص 2 تطلع الاوت على طول، اللي هي 3 على 4. بعد ما عملت ديلي واحد اعمل ديلي كمان واخد الاوت على كام؟ على 4. خلي بالك عدد الديليز هنا قلنا ان هي ان عندي تبقى تعتبر اكبر اوردر اللي هم 4، يبقى الاثنين فوق واثنين تحت، لان هنا اود الان هنا بايه؟ باود فاليو اللي هي كام؟ كانت ب5. تعال نشوف لما يكون even، المسألة التانية ان ب4، فهو هنا 4 يبقى ياخد الاتنين دول مع بعض والاتنين دول مع بعض، يبقى انت عندك 3 delay. ممكن تقول واحد فوق واحد تحت، واحد في البرانش الرأسي، او تقول اتنين فوق واحد تحت، بس مفيش اوت جاي من البرانش ده، يعني البرانش الاوت ده مش هيبقى موجود لان مفيش حدود منفصلة. الراجل جمع زي ما احنا قلنا، هياخد الاثنين الطرفين مع بعض، زد ناقص واحد مع زد ناقص 2، ويبدأ يجمع، يبقى واحد زد ناقص 3 اهو. وبعدين يقول لك ايه، انا عاوز اعمل ديلي مرتين واخد واجمع مع زد ناقص 1. يبقى البرانش ده مش موجود معايا في الايفن زي ما احنا قلنا وقارنا بالمحاضرات. عدد الديليز طبعا في الايفن بيبقى ان ايفن 3. الراجل طبعا ممكن يشتغل دي زي ما احنا قلنا، يا اما يشتغل كاسكيد، يا اما يفكها ويشتغلها مرة واحدة. خلاص هنا هو الراجل لما اشتغلها كاسكيد زي المسألة اللي فاتت، وده كان الجزء لغاية مثال رقم كام ده؟ 4. هما اصلا المسألة السكشن ده 7 مسائل. رقم 5 احنا قلنا بقى هنرجع للاتس فلتر لما كنا شغالين في اي ار، قلنا ان انا بشتغل لاتس ولادر لان كان في بول وزيروز في الاي ار فلتر، انما هنا كله زيروز فنشتغل لاتس اللي هو الجزء اللادر يعني. فنيجي نقول بيقول لك انا عندي كوفيشنت بتاعه اللاتس فلتر في الرسمه بتاعته كي 1 وكي 2 وكي 3. فين رسمه اللاتس فلتر مثلا؟ نجيب رسمه. بيقول لك ان الكوفيشنتس دي كهات موجوده معطاه عندك. هو بقى عاوز يجيب الألفاظ بقى، الألفاظ اللي في المعادلة بتاعة الـ y of n. تعال نشوف طبعا قوانين conversion واخدينها كلها في المحاضرة. فبيقول لك هات الـ f i filter بتاع الـ direct form. طبعا أنا عندي k 3 هي إيه؟ ألفا 3 اللي هي k 3 دي هي ألفا 3 3، k 2 هي ألفا 2 2، هي دي ألفا 1 1. أنت عاوز إيه بقى؟
احنا قلنا عشان تحسب القيم دي بنستخدم القانون ان الالفا ام اوف كي بتساوي الفا ام ناقص واحد كي زائد كي ام الفا ام ناقص واحد ام ناقص كي، نفس اللي احنا خدناه في الاي ار فلتر. بس هنا هنيجي نقول انا عندي ام وعندي كي، صح يا شباب؟ فانا قلت ان الام تساوي واحد واتنين وتلاتة، والكي بتساوي واحد واتنين وتلاتة. وانا بقول الفا اس ام وكي، يبقى دي الفا واحد وواحد، الفا واحد واتنين، الفا واحد وتلاتة، ودي الفا اتنين واحد، الفا اتنين اتنين، دي الفا اتنين تلاتة، دي الفا تلاتة تلاتة. طبعا انا بشرح لك كأنك يعني مش عارف حاجة خالص. دي ألفا تلاتة واحد، ودي ألفا تلاتة تلاتة. إيه الموجود عندك؟ أنا عندي ألفا تلاتة تلاتة، هنعمله باللون الأزرق، نعمل لها شطبة. دي عندي، وعندي ألفا واحد واحد، تمام، وعندي ألفا اتنين اتنين، تمام. ايه اللي ناقص لي بقى؟ طبعا الواحد اتنين واحد تلاتة اتنين تلاتة دول مش بيتحسبوا لان دول اكبر، يبقى انت عاوز اتنين واحد وتلاتة واحد وتلاتة اتنين. طبعا هنا دي المفروض معكوسة، لان انت عاوز الفا اتنين واحد ودي الفا تلاتة واحد، تمام، وهيحسب برضو الفا تلاتة اتنين. طبعا بيعوض في قانون تعويض مباشر ويطلع القيم. يبقى انت عشان تحسب المعادلة بتاعتك، المعادلة بتاعتك كانت ايه؟ لما يكون عندك كي بتلاتة، كي بتلاتة يبقى انت عندك زي المعادلة اللي فاتت دي اهي، يبقى انت عاوز الفا تلاتة تلاتة، الفا تلاتة اتنين، الفا تلاتة واحد، الفا تلاتة زيرو بواحد، ما عارفين، فانت عاوز الفا تلاتة واحد والفا تلاتة اتنين، فالفا تلاتة واحد والفا تلاتة اتنين حسبهم هنا الراجل المعادلة، يبقى انت جبت الفا تلاتة واحد والفا تلاتة اتنين. دي المعادلة تقدر تكتب بقى هنا ايه بقى؟ ان اكس اوف ان، انا قلت لك احصل لي على القصد الواي اوف ان على اكس اوف ان، قلت لك هات لي اتش اوف ان مثلا، دي بتساوي اتش اوف ان، بتساوي ايه بقى؟ ايه تلاتة زيرو في اكس اللي في واحد زائد، دي هتبقى تلاتاشر على 24. طبعا انا هكتب دول كده بس عشان اكتب الايه المعادله بتاعت الواي اوف ان في اكس اوف ان ناقص كام يا شباب؟ ناقص واحد زائد اللي هي الفا تلاتة اتنين اللي هي 11 على اتنين اكس اوف ان ناقص اتنين زائد نص في اكس اوف ان ناقص تلاتة. خلاص يا شباب، يبقى انت جبت الكوفي. برضو في مثال تاني بيقول لك انا عندي y of n، هات لي lattice 4. يبقى انت مطلوب منك دي ان ناقص 3، يبقى انت عندك هنا معطى في المسألة نرجع للون الأحمر، أنا بحب الأحمر. أدي a 3 3، دي a 3 2 اللي هي الفات يعني عشان احنا شغالين في الامبليفاير فلتر، ودي الفا تلاتة واحد، ودي الفا تلاتة زيرو. دي المعاملات. يبقى انت عشان تجيب كي واحد عاوز الفا اتنين اتنين والفا واحد واحد عشان تحل مسألتك وترسم. طبعا هنعوض في القانون عشان نجيب الفا اتنين واحد، الفا اتنين اتنين، الفا واحد واحد، هيعوض تعويض مباشر زي ما خدنا في المعادلة. هيطلع لك كي واحد كي اتنين كي تلاتة، تبدأ ترسم الرسمة بتاعتك، هنشوفها بالشكل ده 3 stages، صح يا شباب؟ ادي الستيج الأولانية وادي الستيج الايه التاني. الستيج الأولانية هي ثابتة الرسمة على فكرة، يعني ادي البرانش اللي تحت فيه delay ويطلع فوق كي واحد وتحت كي واحد وهكذا، وهذا كي واحد وكي واحد، هنا كي واحد وهنا كي واحد، وكل برانش تحت بيبدأ بديلي
ودي جي واحد وان جي اتنين وفي التين. في الديزاينز بقى ساعات يقول لك هات لي معادلات الاف واحد في ان والجي اتنين في ان والجي واحد في ان والجي تلاته في ان، ويعني هات لي كل معادله تفصيليه. طبعا الحاجات دي طبعا موجوده كمعادلات يعني، بس انا مش هطلبك بيها. بعد كده مثال 4 7 ايه بيقول لك انا عندي difference equation هات لي lattice 4. طبعا انا عندي لو جينا حسبنا الفا 3 والفا دي الالفات، يبقى انت عاوز الفا 2 2 والفا 1 1. هتعوض في القانون تعويض مباشر بالترتيب، خلي بالك ام ب3 تخلص كل حاجة بتاعت 3. 3 فيها مين؟ فيها 3 3 و3 2 و3 1 ناقص 1، يبقى الفا 2 1 والفا 2 2 اهو، الفا 2 2 بعدين تجيب الفا 1 1. خلاص حسبت كي 1 كي 2 كي 3، اقدر امثل اللاتس فورم بتاعي اللي هو هنا اهو، بس هو نفس الرسمة اللي فاتت بس يا شباب القيم مختلفة. بسم الله. بي بقى بيقول لك ايه، given 3 stage lattice filter عندك ال coefficient k1 k2 k3، بيقول لك حدد ال coefficients بتاعت ال direct 4. طبعا دي نفس المسألة اللي احنا حلينها، قلنا ان احنا عندنا alpha 3 3 و alpha 2 2 و alpha 1 1، وعشان ترسم تجيب ال x of n بتاعتك ال y of n لازم alpha 3 وفي 2 تحسبها والفا 3 وفي 1 لازم تحسبه، يبقى دول اللي ناقصين عندك في الحسبان. طبعا بتعوض في القانون ده مباشرة، تبدأ تحسب الفا 2 1 والفا 3 1 والفا 2 2 3 2، وتبدأ تحسب الايه المعاملات بتاعتك كده. بالتالي احنا خلصنا السكشن. طبعا التعويضات مباشرة مفيهاش اي لف ودوران، دول كده 7 مسائل السكشن ده. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.